طبعا الدكتور انا بعليه متعدد المواهب بس ما بين القصه ما بين الخاطر ما بين الشعر بالله يبارك احنا هذا مهرجان جرش هاي فعاليات مهرجان جرش نقول لك باسم اللجنه العليا واللجنه الثقافيه واتحاد الكتاب هيئه اداريه وهيئه عامه شكرا على ما قدمت لي اليوم كان شيء جميل جدا وخفيف جدا مريح الله يعطيك العافيه فيه ابداع وفيه صور شعريه متتاليه وسريعه وفيه قدره على الغناء نعم يعني شهادة التسليم شكرا الشعر استاذ بهاء الشطرات